صباح الخير او مساء الخير يا مواليد برج الحوت، وتعالوا نبدا القراءه، وان شاء الله باذن الله تكون قراءه موفقه باذن الله. ان شاء الله برج الحوت، طاقتك العاطفيه، انت عندك زلافرز في الطاقه العامه، والدث الموت، والفايف اوف وند. ممكن يكون انت في علاقه عاطفيه حاليا، ولكن في شوية مشاكل مع الحبيب، لكنك بتحبه، يعني انت بتحبه كل حاجة، بس في شوية خناقات ومشاكل، ضرب في الظهر، شوية كلام يوجع، يعني حوارات كده زي ما بيحدث يعني في العلاقات العاطفية. طيب احنا عندنا مشاعر الحبيب وشايفك ازاي، وكمان شايف العلاقة ازاي، ناوي او جواه نوايا ايه، عايز يعمل معاك ايه، واللي هيصدره لك او الفعل اللي هيصدره ليك في خلال الشهر دول. مشاعر الحبيب ليك ايه يا برج الحوت؟ الفايف اوف سوردز، الحبيب زعلان منك شوية، او حاسس بطاقة الهزيمة شوية برضو، وشاعر بانك تعبه، انت تعبه نفسيا على فكرة. هو بيحبك جدا جدا، ده يعني حد شريك، ومش ناوي يخدعك ولا اي حاجة، لكن شاعر بان انت بتلعبه. ممكن تكون يا برج الحوت في الاوقات دي بتلاعب الشريك، يعني بتودي شمال وتجيبه يمين شوية، وبعدين تطلعه فوق، وبعد كده تنزله تحت. في الاوقات دي هو شاعر بانك بتلعب معاه لعب عقلية شوية، يعني مثلا يبعت لك رسالة تشوفها ما تردش، او بتقصد ان انت مثلا تعمل نفسك مش واخد بالك منه، بتطنشه الايام دي. فهو مشاعره دلوقتي حاسس بانه تعبان منك، وهم هو يعني لو انتوا مش بتتكلموا، مش انفصال على فكرة، انا مش شعر ان هو انفصال يعني قوي، ولكن ممكن يكون بس زعل. انت قاطع معاه ومديله خالص اللي هو التطنيشه. يعني انت مطنشه، او مثلا اتكلم اهلا وسهلا، ما اتكلمتش مش هسأل عليك تاني، مش انا اللي هقدم السبت خالص عشان الاقي الحد ولا الكلام ده. ودي طاقه غريبه طبعا على برج الحوت، يعني برج الحوت انه يعمل كده دي طاقه غريبه شويه. طيب هو دلوقتي حاسس بان كان في طاقه الفرق فوند، طاقه الفرح والانبساط والبهجه، ودلوقتي شاعر بانك بتلعب عليه، او مخبي حاجه، او مثلا بتعمل، او فجاه اتغيرت، انت فجاه اتغيرت بقيت شخص تاني، يعني الشخص الجميل اللي كان هو متصور وبقى حد جميل ولذيذ وكده، لا لا لا، بقيت شخص تاني خالص. طيب ليه كده يا برج الحوت؟ طيب انت ممكن تكون زعلان منه مثلا، او حاجه زي كده، او انت قاصد ان انت قاصد ان انت توصل له كده، يعني قاصد ان انت توصل له الصورة دي. طيب انت عندك نزل لك ذا تاور، كارت ذا تاور ده زعلان منك قوي قوي، لو انت بتفكر في حد فهو زعلان منك قوي. شوف بقى انت عملت معاه ايه، بس ما اعتقدش ان انت عملت حاجة وحشة فيه يا برج الحوت. انت ممكن تكون بترد له حاجة، يعني مثلا زعلك فانت قلت له طب خلاص بقى خد بقى من افعالك. هو شايفك ايه ده؟ شايفك ال10 كوبايات. هو ممكن يكون شايفك ان انت مبسوط في حياتك وسعيد، شايفك ان انت قفلت معاه ورحت بقى حتة تانية. شايف ممكن يكون شايفك انك اتجوزت مثلا، او ابتديت علاقة جديدة مثلا. انت قطعت معايا برج الحوت، انت قطعت مع هذا الشخص ورحت لعلاقة تانية، او منتظر علاقة تانية. في كل الاحوال ممكن تكون ما رحتش العلاقة ولا حاجة، لكن قفلت الموضوع وعايش حياتك بقى دلوقتي، وهو شايفك ان انت مبسوط جدا. لو انت في علاقة زواج وقطعت مع هذا الشخص، ممكن يكون طرف تالت، انا شايفة فيه طرف تالت، شايفة فيه طرف تالت من عنده كمان او من عندك، ممكن يكون انتوا الاتنين عندكم طرف تالت، لكن في كل الاحوال هو شايفك ان انت قفلت القصة وعشت حياتك لوحدك، ومش عايز من هذا الشخص اي حاجة، مش عايز حتى منه لا سلام ولا كلام ولا عايز اي حاجة، انت قفلت القصة تماما. انت ممكن تكون عملت له بلوك كمان،
وقلت له ما تكلمنيش تاني وملكش علاقة بيا. انت عملت لهذا الشخص بلوك من على الفيس مثلا، هو مش عارف عنك اي حاجة، لو انت عملت له بلوك ومشيت تماما واخذت طريقا غير الطريق، فهذا الشخص شاكك بمليون في المية ان انت في علاقة. حتى لو انت مش في علاقة، فهو عنده اعتقاد بان انت دخلت في علاقة جديدة، تزوجت، خطبت، لو انت بنت اتجوزتي او اتعرفتي على حد جديد، لانك قفلتي خالص منه. ممكن تكون انت يعني قفلتي، يعني قفلتي خلاص، قفلتي العلاقة، لكن ما دخلتيش في علاقة جديدة، ولكنه شايف وشاعر بكده، شاعر بان انت دخلتي الى علاقة جديدة، فهو شايفك في ال10 كوبايات. يس، 3 of pentacles، هي طلعت لك كمان، هي او طلعت لكم كمان، بكلم دايما على ان انثى اللي بتسمعني. هو شايف ان في طرف تالت، او انت روحتي، او انت كمان رحت لحد تالت، خلاص قفلتوا الموضوع كله ورحت لحد تاني. طب هو شايف العلاقة ازاي؟ شايف العلاقة الاس اوف وند، هو يا اما شايف ان العلاقة باظت مثلا، او انه شايف العلاقة فقدت الشغف بتاعها مثلا. هو بصراحة شايف، يعني شايف العلاقة ان هي مثالية، مثالية وكانت جميلة وكان فيها شغف، وكان فيها حاجات حلوة كتير جدا. بالظبط، هو شايفك ان انت كنت بوشين بصراحة بقى. برج الحوت هذا الشخص، هتتقبل بقى مني الكلام، اهلا وسهلا، شايفك ان انت كنت بوشين معاه، وش الجميل السمح بتاع انا شخص طيوب واتجرحت كتير في الماضي والوش التاني انك بتهرب، انت هربت من هذا الشخص، يا اما هربت منه يا اما قفلت الباب مرة واحدة. يعني انت كنت مثلا منيمه في العسل كده، او انك اخذت قرار الرحيل مرة واحدة، حتى ما اديتلوش انذار، ممكن تكون صبرت عليه كتير وفجأة رحت انسحبت من حياة هذا الشخص، عملت له بلوك من كل حتة، مش هشوفك تاني في حياتي. فهو شايفك ان العلاقة كانت حلوة جدا، بس انت مشيت، هو عايز يعرف انت مشيت ليه. ممكن يكون هو كان بيعمل حاجات مش لطيفة، او انت كنت شاكك في هذا الشخص، شاكك فيه، شاكك في تصرفاته مثلا، كان بيعمل حاجات مش لطيفة معاك او كده، لذلك انت اخذت ديلك في سنانك وقلت ايه يا فكيك ومشيت وسبت له الجمل بما حمل. هو شايفك ان انت كانت العلاقه جميله، كان شايفها الكينج اوف بانتكلز والنايت اوف كابس، يعني فيها حب وفيها اكتفاء واكتمال كل حاجه، لكن انت اخذت القرار بالرحيل ومشيت، فهو شاكك ان انت مشيت لحد تاني بامانه يعني. طيب هو نيته ايه من داخله؟ هو تعبان جدا يا برج الحوت، جدا هذا الشخص. يعني ممكن يكون كان بيعاملك معاملة مثلا انت شايفها مش سليمة او كده، لكن هو في طاقة الناين اوف سوردز، اما بيجي ينام بيبقى عايز يسأل نفسه مليون سؤال، ليه مشي؟ يا نهار ابيض يا برج الحوت، طلع لك الايت اوف كابس، حد ماشي اهو، والفور اوف سوردز بيفضل يفكر طول الليل، مشيت ليه؟ ايه 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 ليه برج الحوت عمل معايا كده؟ ليه صدني؟ ليه فجأة قفل الباب في وشي وكأني انا ما عملتش حاجة؟ هو بيسأل نفسه كده، انا عملت ايه عشان برج الحوت يعمل معايا كده؟ ليه يمشي ويسيبني ويسيب العلاقة؟ فده تعبان جدا، انت عامل له خرم في دماغه وعايز يكلمك، ولكنه خايف، خايف منك على فكرة جدا، او خايف من الرفض، وخايف ان انت ترفضه، وهو عنده كرامة عالية جدا هذا الشخص، فخلي بالك بقى لانه بيفكر كتير قوي، وهو برضو بيدور عليك على السوشيال ميديا وما بيشوفش حاجة. يعني هو كمان مش عارف انت ارتبطت ولا لا، بس هو شاكك جدا ان انت رحت لعلاقة تانية. ممكن تكون انت كنت مفهمه مثلا انت مش هترتبط مثلا، يعني او انت كنت بتحبه قوي وعمري ما اشوف حد غيرك، وبعدين مشيت. هو برج الحوت مش كذاب، برج الحوت مش كذاب، برج الحوت بالفعل لما بيحس حاجة بيقولها. فانا لما احس مثلا ده لو انا برج الحوت مثلا، او حد برج الحوت ما بيحس ان هو حب حد يقول له انا بحبك، بس ممكن بكره اكرهك، مش تغيير، لكنه الظروف اجبرتني ان انا اكرهك، انت عملت 1 2 3 لازم اكرهك. طيب بس برج الحوت ما بيكرهش، يعني المعلومات تكون. هو عايز يعمل معاك ايه؟ في حقيقة الامر هو عايز يتكلم معاك، وعايز يجي يفهم
عايز يجي يفهم ويحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا، انت مشيت ليه، او انت دخلت العلاقه من الاول ليه لما انت هتمشي، طب و و و و و وكذا وكذا. وبعد كده هو ممكن يقفل العلاقه من عنده. ممكن على فكره، وده انا شاكه فيه، ان الشخص ده يكون عايز يرد كرامته مثلا في نقطه ان انت قفلت العلاقه. خلينا نشوف كده لو هو هيرجع يتكلم معاك، انه احتمال فعلا يرجع يتكلم معاك. ولو انت عامل له بلوك، ممكن يعني يفضل منتظر انك تفك البلوك. خلينا نشوف، طيب هو راجع عايز ايه؟ لا ده 3 اوف كابس. هو عايز، ممكن تكون العلاقه دي مش علاقه حب، يعني ممكن تكون علاقه كراش مثلا او حاجه، وانت زهقت من هذا الشخص ومشيت. هو الحقيقه هو عايز يفهم انت مشيت ليه، بس هو انت زهقت اعتقد. طب استنى يا برج الحوت ما نشوف لك انت مشيت ليه. انت مشيت فعلا عشان رحت علاقة جديدة، او ولا مشيت لا يعني عايز توصله درس مثلا؟ الويل فورشي، انت زهقت منه ولا ايه؟ ممكن تكون انت قفلت هذه العلاقة لانك مش شاعر فيها. اه صح كده، عيب بقى، عيب يا جماعة، انا كنت شاكة في كده. بص يا برج الحوت، انت قفلت هذه العلاقة. هي كانت عاجباك في الاول، يعني الشخص ده كان عاجبك في الاول، وكان عاجبك الشخصيه بتاعته ودخوله في حياتك، وكنت عندك امل ان الشخص ده يكون مثلا غير الباقي مثلا، يعني دخل حياتك اه طب ما اجرب ايه المشكله. وبعدين فجاه حسيت بانه مثلا يعني هيبقى زي اللي فاتوا، هيبقوا زي الناس اللي فاتوا، اللي هو لا ده هيجرحني، ده هيديني بقى مقلب زي اللي قبله. عمل حركات ممكن تكون شبه حركات حد من الماضي، مثلا زي ما قلت لك تبعت له رساله ما يردش، يغيب بالشهور، تقول له لو سمحت مثلا، تقول له مثلا انا بتضايق من انك بتعملي سين على مسجاتي، يروح عامل كده. وانت تقريبا ما بقاش عندك طاقه تحمل، فقفلت العلاقه واتكلت على الله. فانت ظاهر لك الفايف اوف كابس، انت ندمان على انك دخلت اصلا العلاقه دي. وبرج الحوت لما بيندم على حاجه بيصلحها بسرعه، من اكتر الابراج اللي بتصلح الامور بسرعه جدا، لانه ما بيحبش يعيش في الخساره بصراحه. شابوه برج الحوت، انه لما بيحس ان الطرف اللي قدامه هيظلمه يروح قالب الترابيزه وماشي. فانت تقريبا انت مش رحت علاقه جديده ولا حاجه، انت بتدور على علاقه جديده، بتدور على حد تاني، حد في بقى المواصفات اللي انت عايزها. فهو احتمال يجي يكلمك، او هيفضل يراقبك شويه وبعد كده هيجي يكلمك، بس مش هيكلمك كلام حب، هو بس عايز يفهم ايه اللي حصل. على العموم لو انت بتسال هو عامل ايه، هو في الناين اوف بانتكلز ده، هو يعني دلوقتي في عزه يعني، وحياته جميله جدا، واصل لاعلى المراتب في شغله مثلا، وكل حياته جميله، وقاعد لوحده اهو. لو انت شاكك ان هو ارتبط ولا حاجه، لا هو قاعد لوحده وبياخد قرارات في حياته. طب احنا عايزين نعرف برضو الشخص ده بيحبك ولا هو مجرد فقط، يعني لو تعبك مثلا، ممكن تكون انت احترت معاه فمشيت. هل نشوف لك كده الشخص ده بيحبك ولا فقط معجب بيك؟ كينج اوف وند. الشخص ده يا سيدي شك ان هو يعني، لا هو مش بيحبك بصراحة بأمانة، هو مش بيحبك، بس هو بيشعر معاك بالحاجات اللي هو نفسه يحسها، يعني هي اكثر بالاكثر صداقة بالاكثر، وهو مش عايز يخسرك تمام، او هو عايزك معاه مثلا لغايه ما احواله تتعدل مثلا. مثلا يعني هو مش جاهز للحب عموما، هو عنده مشاكل كتير جدا في حياته، مش جاهز ان هو يخش في اي علاقات ارتباط خالص دلوقتي، بس هو عايزك معاه. ممكن يكون شاعر معاك بالطمانينه، بيحب وجودك مثلا، لكنه كعلاقه حب وكده لا لا لا، مش شاعر باي علاقه حب خالص، هو بس متضايق من تصرفاتك. هو ازار كده يا برج الحوت، فعلا انت مشيت وسبته لما لقيته مش ناوي على ارتباط فخلعت. قلت له بقى خلاص شكرا، انت زي ما قلت لك دخلت العلاقه على انها علاقه حب، او هو اداك ايحاء في الاول ان هو بيحبك، لكن اكتشفت عكس ده تماما يعني. طيب خليني اشوف لك كده برضو يا برج الحوت، عشان ما سيبكش برضو غرقان كده.
خليني اشوف لك في حد جاي لك كده ولا حاجة جديد، مش من الماضي، خليني اشوف حد جاي لك جديد.